اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده اكل هندي. البساطه والسهوله في الاكل الهندي اللي هو مش مكلف. الناس الطيبين دولت في الريف هناك عندهم، وبرضه في عندهم ناس طيبين. الريف مشهور بالاكلات اللي هي فيها خضروات، فاحنا النهارده هنجيب اشهر الاكلات اللي موجوده في المطبخ الهندي، وهنجيب برضه نوع من انواع الدجاج مشهور في بعض المطابخ والمطاعم الهنديه. ولكن بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا، يا شيف مغازي عايزين نشوف الاكل الهندي من ايدك. هو بسيط وسهل، بس احنا متعودين عليك بتعمل الحاجه بطريقه سهله وبسيطه، يعني من غير لوغاريتمات. من الاخر معانا النهارده طاجن الدجاج بالخضار من المطبخ الهندي، يعني من الاخر هيكون هو الكاري العصب وهو البطل في الاكله دي. معانا دجاج ومعانا خضار من ارضنا، اذا كان كوسه ولا جزر، سبانخ، بصل، طماطم وهكذا. معانا الباكوره الهنديه. ايه الباكوره الهنديه؟ من الاخر هي كفته الخضار مقليه، بتتعمل مش بالدقيق، بتتعمل بدقيق الحمص. الحمص لما بيطحن بيبقى باودر زي الدقيق القمح العادي، فبيكون هو العصب بتاع الخضار. البكورة يعني بذور الخضار بالمعنى الهندي، عبارة عن كوسة وجزر وبطاطس. هنعجنهم بدقيق الحمص، في الآخر هنحمرها في قلب الزيت. حاجة لطيفة ممكن نقدمها مع سبايسي من الصوص، أو نقدم معاها صوص طماطم أو كاتشب أو مايونيز حسب الرغبة. أما البسبوسة الهندي بيسموها هناك الرافة الكساري هندي، معلش الاسم صعب شوية، بس أنا هدف النهاردة أبسط لكم الطعم والأكل الهندي. البسبوسة عبارة عن سميد وسمنة، وبتاخد طبعا مكسرات، احنا معروف عندنا كده. احنا هنعمل البسبوسة النهاردة بالسمنة برضو بالبيكنج باودر والمكسرات، بس هنعجن العجينة بدل الزبادي مانجا. يا مانجا، المانجا في الهند مش عايز اقول لكم ايه طعمها، معروف. فطبعا اللطيف النهاردة ان المطبخ فيه تنوع، في طعم تاني، ولكن برضو الحاجات دي كلها موجودة في مطبخك. انا مش جايب حاجات غريبة ولا حاجة، كل الدنيا معايا شوية تمر هندي منقوعين، ومعانا عصير مانجا هيخشوا فيه البسبوسة الهندي اللي اسمها رافارا كساري هندي. هناخد بعدنا فاصل ونطلع صغير ونرجع نشوف أسرار المطبخ واحنا قاعدين في مصر أم الدنيا، وبنشاهد القناة الأولى، بنتابع كل مطابخ العالم ونشوف طعمها وشكلها. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ايه قصه طاجن الدجاج بالخضار من المطبخ الهندي. هو ممكن نعمل طاجن الخضار ده بكذا طريقه، ولكن بمجرد ما نحط كاري في الطاجن خلاص خد اللقب وخد الجنسيه الهنديه. المقادير على الشاشه: صدور فراخ، فلفل حار، احنا معروف عن المطبخ الهندي دايما سبايسي، فلفل حار، حتى الحلويات عندهم سبايسي. ومعانا كوسه ومعانا جزر ومعانا بطاطس وفلفله حلوه وتوم وبصل من خير ارضنا. ادي مقادير الاكله البسيطه السهله وشويه حب. دايما بقول في المقادير شويه حب. ايه اللي هو الحب؟ انك تحب المطبخ، تخش تبدعي، تبقي داخله تخش المطبخ تعملي الحاجه بحب وعارفه انك انت هتعملي حاجه حلوه. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله، يتصدرها صدور فراخ، كوسه، جزر، بطاطس، ومعانا جوز الهند مبشور هيخش مع الكاري، هيدينا صوص كده لطيف جوسي لطيف في طعم جوز الهند حلو. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي سريعا. في طاسه على النار شديده الحراره، حلو قوي. دايما انا معايا كل يوم حله على النار فيها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس وكده، ميه بتغلى على النار علشان بدون مكسبات طعم، دايما بستفيد بالطعم من بين ايديا انا. هناخد صدور الفراخ اول حاجه كده، ايه، نقطعها مكعبات. صدر ديك رومي حلو قوي ما شاء الله كبير، نقطعها كده بالطول. بعد ما نقطعها هنتبلها، تاخد رش الدقيق حلوه عشان تبقى كريسب كده في قلب الخضار. الموزه دي اخدها لوحدها كده، ممكن تحط الموزه دي في قلب الطاجن على فكره لوحدها زي ما هي كده تبان حلو. الموزه دي دايما موضعها ومكانها اسفل صدر الدجاجه، كل صدر دجاجه فيه موزه، الشريحه الطويله دي الاستريبسيه الحلوه اللي بتتعمل مقلي او بتتعمل كريسبي. ادي صدور الفراخ اتقطعت بالشكل ده كده، تعالوا نتبلها مع بعض. نتبلها بيا عم الشيف، حلو الكلام. توم، الله، توم طازه حلو كده زي الفل. وادي الموزه في قلبيهم، شويه البهارات الحلوين. خش بقى على الكاري يا عم الشيف. ايه هو الكاري؟ عشبه
ام بهارات بتشتري من عند العطار؟ الكاري تركيبه من التوابل، فيها ورق لورو، فيها حبهان، فيها كركم اللي هو الاساس، فيها جوزة الطيب. تلاقي عشان كده بتلاقي عند العطار، لو رحت اتنين عطارين ثلاثه عطارين هتلاقي الكاري عند كل واحد لونه مختلف، اما الكركم في اي مكان في الدنيا هو لونه واحد اللي هو معايا ده اهو، ده الكركم. حتى نحطه كده جنب الكاري، مخرجنا الجميل اهو، تلاقي لونه يميل للصفار. البعض يسميه العوده الصفراء في الخليج، والبعض يسميه طبعا اساس مثل هو الكركم. في شجره، في ثمره اسمها الكركم، اللي بيطلع منها بقى الايه؟ الكاري. ده زعتر حلو قوي. دي التوابل بتاعتنا اللي بتتكلم هندي. نحط شويه الملح الحلوين زي الفل يا عم الشيف، وشويه دقيق. ليه حطيت دقيق يا عم الشيف؟ عشان الفراخ تاخد شخصيه وتاخد تحميره حلوه كده. نعم يا غالي، ممكن، ما احنا خارجين من العيد بقى ولحمه، فانا حبيت اعمله بالفراخ النهارده. انا عارف انك انت تميل للحوم ليس للطيور. بيقول لي ينفع نعمل الطاجن الخضار ده باللحمه بدل الفراخ؟ ينفع. جيب لحمه هبره، حته لحمه ملبسه كده بنفس الطريقه ونعملها. بس انا عملته النهارده بالفراخ لان احنا خارجين من العيد وشبعنا لحمه. الفراخ اتبلت بالشكل ده كده. طبعا عايز اشيل الخلطه دي، اعمل ايه بقى؟ اعمل حركه لطيفه قوي على فكره اهي. عصره ليمون صغيره. حلو. ومعلقه فلفله حلوه. واقلبهم تاني كده بايديا. خلاص شالت كل الخلطه، شفت ازاي؟ في طاس على النار بتسخن جامد. شفت الفراخ خدت لون ازاي؟ على البلانش. بنفس الشكل ده كده افرتها كده، واخدها دلوقتي احمرها، وهي بتتحمر اكون قطعت الخضار على نفس البلانش. قطعت الخضار على نفس البلانش. طاسه، اخبارك ايه يا حلوه؟ سخنه جاهزه؟ تمام. نحط فيها شويه زيت زيتون. حلو. مع زيت الزيتون ده بنحط مكعب من الزبده. لطيف كده اهو. يلا بينا ناخد الفراخ بتاعتنا الحلوه دي كده، بنسقطها كده واحده واحده اهو. شفت البساطه؟ حمر الفراخ ديت. حلوه. وهي البلانش هنقطع عليها الخضار. اللي هيقول لك بقى الشيف المغازي هيقطع خضار على بلانش، قطع عليها فراخ؟ ايوه، طالما هيخش النار يا فيلسوف مفيش مشكله. نقلب الفراخ تتحمر. معلقه الدقيق هي العصب هنا، معلقه الدقيق هي اللي هتديني الطعم وهتديني الجوسي وهتديني الصلصه وهتديني المارينيه وهتديني الصوص. كل دي مسميات اهو. نسيب الفراخ تتحمر على النار ونقلبها من وقت للتاني واحنا شغالين مع بعض، وناخد بعضينا ونكسب من وقتنا ونقطع الفراخ، سوري، نقطع الخضار مكعبات نفس التقطيعه. إذا كان كوسة، إذا كان بطاطس، إذا كان جزر، عندك سبانخ عايزة تحطي أهلا وسهلا. ممكن نحط كمان بصل متقطع مكعبات زي ما أنت عايزة. كل ما كترت الخضار كل ما كان الطاجن غني بمكوناته. حلو. وأنت فرصة ولادك بيحبوا مثلا البطاطس، كتري بطاطس. والبطاطس على فكرة بتتحط مع الطاجن ده بيبقى طعمها حلو. مثلا البطاطس هنا هيت زي الفل، انا بحبها دايما مع اللحمه مع الفراخ اهي. قطع مكعبات كده على نفس البلانش اهو. انا بعشق البطاطس اللي بتبقى دايما مع ايه؟ مع لحمه مسلوقه، مع فراخ مسلوقه. البطاطس بما فيه ان هي غنيه بالنشويات والكربوهيدرات بتكتسب الطعم بسرعه. النشويات اللي فيها بتمتص الطعم اذا كان طعم الفراخ او التوابل. فعشان كده يقول لك صينيه البطاطس بالفراخ حكايه. الواحد ياكل البطاطس ويسيب الايه؟ الفراخ. دي البطاطس بتاعتنا. معانا كوسه، مش بحبها انا مع احبها بالبشاميل، احبها محشي صراحه يعني.
بس احنا بنحطها عشان ايه؟ نزود من القيمه الغذائيه بتاعه الطاجن. ادي الكوسه معانا، جزر اهلا وسهلا، حلو، السكريات بتاعته مع التوابل والكاري بيبقى طعمها حلو. ده الجزر كده جاهز. برضو معانا شويه فلفله حلوين، الفلفل الاحمر ده بيدي شكل وبيدي برستيج حلو كده للطاجن، نقطعه برضو كده حلو. الاولاد بيحبوا الالوان، دايما لما بناكلهم اكله جديده، نصيحه لك يا امي، يا كل ام بتتابعني، عندك الطفل، عندك ولادك، عايزه تحببهم في اكلك اللي بتعمليه، شوفوا هما بيحبوا ايه، وابدأ انك تطعمي الاكل باللي بيحبوه. الاطفال مفطومين على البطاطس، يحبوا البطاطس، مفيش طفل ما اكلش بطاطس، سواء في المرحله الاولى من عمره، سنين العمر من الاولى من عمره، او بعد ما بيكبر يروح الجامعه يروح المدرسه، الفاست فود دايما معاه بطاطس، حتى بيقدموها عرض كمان. ادي اللحمه بتاع الفراخ بتاعتنا خدت لون اهوت، شايفه زي الفل. التحميره دي شفتي دي مهمه جدا، استوت الفراخ تقريبا بالشكل ده كده. ننزل بالخضار بتاعنا واحنا شغالين، واحده واحده، يلا بينا يلا بينا. بطاطس بحبها، كوسه مش بحبها، بحبها محشيه. شفت الخضار قد ايه؟ فلفله ملونه، اهلا وسهلا. شويه جوز الهند عشان ياخد الجنسيه والبصمه الهنديه، دي جوز الهند مبشوره اللي بنحطها في البسبوسه، ندخلها في الاكل يا شيف. شويه فلفله حلوه، كل ده يا شيف. في الاخر هنحط كزبره خضراء، عايزه سبايسي نحط سبايسي، في فلفل حار هنا اهوت، بناخده بالسكينه كده. المطبخ الهندي لو مش سبايسي ما بيبقاش له طعم. ده فلفل حار، اهلا وسهلا، يلا بينا. هو ده معانا شوربه، مرقه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله عليك يا شيف. خلص الطاجن بتاعي. بعد ما بيستوي في طريقتين للتقديم، يمكن يتقدم زي ما هو كده، دخله الفرن في طاجن ونقدمه. الطريقه الثانيه ان احنا بنحطه في نفس الطاجن وبنعمل له عبايه حلوه. العبايه دي من عجينه عباره عن دقيق، رشه ملح، رشه سكر، معلقتين سمنه حلوين، معلقتين زبادي حلوين عشان تبقى طريه، وبنغلف الطاجن ده بالعجينه دي ويخش الفرن. وده اختياري، غلفناه بالعجينه دي وحطينا عليها حبه البركه ودخلناها الفرن، بقى خد الشكل والطعم الهندي. قدمناه زي ما هو كده بقى طاجن تورلي بالدجاج، وهكذا المسميات. انا هنا النهارده بفك لغز ولوغاريتمات، اسماء صعبه بنشوفها في مطاعم، بنشوفها في منيوهات، بتلاقي المنيو يعني في شويه دربكه وشويه حاجات كده مش فاهمينها، في الاخر بتيجي الفاتوره والشيك بشياكه وندفع. ليه؟ احنا اصلا مش عارفين نفسر الاسم بتاع الاكل، جان قدامنا كلنا واستطعمناه. فانا دور النهارده بفصل لك طاجن الدجاج اهوت بالطريقه الهندي. خلص الطاجن، شفت شكله حلو ازاي؟ ده بياخد كزبره خضراء في الاخر، عينيا اهو زي الفل، بجيب اللي تحت فوق اهو، حبه فوق وحبه تحت، حلو قوي، خضار بياض، لون برتقاني في الجزر، حلو، دي بلاشها مش عايزه تستوي. شفت الطاجن؟ بسيط وسهل، هنغطيه طبعا عشان ياخد ايه سواه بسرعه. دايما لما بيكون في طاجن او بتعملي اكله فيها تركيبه زي دي من الخضار والدجاج، انك تغطيها بتكسبي الوقت وبتستوي بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا مع السلامه. خلص الطاجن ده زي الفل. احنا دلوقتي خلصنا الطاجن ده، بس له تكمله تانيه، والتكمله دي اختياري على فكره، حسب الرغبه، عايزه تعمليها اهلا وسهلا، مش حابه انت برضو زي ما انت حابه. ليه؟ ده بيبقى في الاخر التجويد، وانك تقدمي الحاجه بابداع، ده حاجه مهمه جدا. معاك وقت، هتجيب عجينه، دقيق، سمنه بلدي، رشه ملح، رشه سكر، عجنت عجينه بدون تخمير، مش تاخد بيكنج باودر ولا تاخد خميره، بتفرديها على وش الطاجن ده وتدخلي الفرن. وده برزنتيشن يعني وشكل من الاخر.
عنوان للاكله. سبحان الله انا محظوظ، الموزه طالعه لي على الوش. خضار الجميل الحلو اهو زي الفل. ده الطاجن بتاعنا نقدمه هنا بألف هنا وشفا. الله على الريحة. تتكلم هندي؟ لا يا عمي بتتكلم مصري، لأن اللي عاملها مصري. حط كزبرة خضراء اهي هنا، نقلبهم كده. شفت الكزبرة الخضراء دي كده اهي، وناخدها كده بعد التقليبة دي كده تنزل على الوش. الله الله على الحلاوة. هو ده، حتى طريقة الغرف مختلفة. الصوص له قوام ليه؟ هو ده بقى الكلام. من معلقتين الدقيق يا ست الكل يا امي يا شربطه اللي انا قلبتهم مع الفراخ قبل التحمير، هم اللي مدين القوام اللي حضرتك شايفاه ده. حلو الكلام؟ كده الطاجن ده خلص. حاضر يا فندم. الطاجن بتاعي ده زي الفل. ده عدله رز ابيض. عدل الطاجن ده يا عم الشيف رز ابيض. واحنا قاعدين بنتابع شاشه القناه الاولى الفضائيه المصريه، بنشوف المطابخ العالميه بفكر تاني خالص وبطريقه سهله وبسيطه وبخفه دم مصريه. بنخش نعمل الاكله بخفه الدم المصريه وبدون تكلفه زي المطبخ الهند النهارده، وده بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا وعايزين يعرفوا افكار المطبخ الهندي. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.